أكيد ماشي، أنا آسف. تمام. طيب عشان إحنا لسه بادئين، خلاص كده لسه بادئين التسجيل في عجع تاني. اللي إحنا اللي هناخده ده اسمه إيه؟ اسمه نايف بيس كلاسيفاير. بيعتمد على إيه؟ ده نوع من أنواع الكلاسيفايرز اللي موجودة. بيعتمد على إيه؟ على حاجة اسمها كونديشنال بروبابيليتيز. إيه الكونديشنال بروبابيليتيز؟ كنا بناخد في البروبابيليتيز زمان، يجي يقول لك إيه؟ ايه شرط ان السحبه الثانيه تبقى حمراء بشرط ان الاولى تبقى الكره بيضاء، او مثلا الثالثه تبقى لونها كذا بشرط ان الثانيه كذا واللي قبل منها كذا. دي اسمها conditional probability، يعني شرط حدوث حدث في حال في ان كيس ان حدث قبل منه حصل او حدث قبل منه ما حصلش وهكذا. طيب عشان كده سموها ايه؟ سموها الكونديشنال بروبابيليتي. انا هستخدمها في ايه؟ فكره الكونديشنال بروبابيليتي دي هستخدمها في كلاسيفيكيشن. يعني مثلا احنا قلنا الكلاسيفيكيشن فيه بريدكشن. انا يعني المحاضره بتديك نوع كلاسيفاير جديد، لو انت تركز كل محاضره مختلفه عن الثانيه. الريجريشن وخلصناه، دلوقتي بناخد البيس كلاسيفاير وهنخلصه المره دي ومش هنرجع عليه. هو عايز يقول لي في نوعيات كلاسيفايرز كتير وفي نوعيات للكلاسيفيكيشن كتير وفي ريجريشنز كتير، فانا كل الحاجات دي تعتبر تولز جوه من التولز الماشين ليرنينج. طب تعال نشوف ايه الكيس ستادي اللي انا هدرسها وهفهم منها الكلاسيفاير ده شغال ازاي، وبعدين هقرا النظري بتاعه. تعال نشوف، نرجع تاني للمثال اللي هو اعطوه لك ده. بيقول لك انا عندي 14 طالب او 14 شخص، كل واحد ليه عمر، ليه دخل، ليه اذا كان ستودنت ولا لا، ولا وعنده كريدت كارد. وانا بناء على الاربع مدخلات دول عن حالات سابقه اجي اقول لك ده اشترى كمبيوتر، ده ما اشتراش، ده اشترى، ده ما اشتراش. هيعمل ايه بقى بعد ما اعطاني ده؟ بيقول لي انا هديك واحد اسمه اكس اللي هو الكيس نمره 15. احنا مش قلنا ده 14؟ ايوه، هو عايز يقول لي الكيس رقم 15 اللي انا ما اعرفهاش. هديك المعلومات الاربعه دول وبناء على الخبرة السابقة اللي فاتت دي تبريدكت إذا كان هو هيباي كمبيوتر أو نوت. فهمناها دي يا شباب ولا لأ؟ يا مصطفى. أيوه يا دكتور، تمام فهمتها. يبقى ده سوبرفايزد ليرنينج ولا أن سوبرفايزد؟ ده كده سوبرفايزد. ليه؟ هو صح سوبرفايزد بس ليه؟ لأن أنا اللي قلت له في الأول عطيت له داتا عن كل حاجة، يعني في حالة إن هو كان كذا مثلا، يعني عطيت له الإكسبيرينس السابقة. بالظبط. وعايز بقى من الإكسبيرينس من الحالة من الخبرة السابقة دي أنت تبريدكت بيزد عليها، بس باستخدام الكونديشنال بروبابيلتي. ده بيسموه ستاتيستيكال كلاسيفاير، ده إحصائي، ما بيعملش لا ماثيماتيكال موديل ولا بيحسب ديستانس وما بيعملش حاجة. فكرة مختلفة خالص. معتمد على ايه؟ معتمد على الكونديشنال بروبابيليتي. يعني اشوف مثلا هو لو مثلا من الكيسز دي، مثلا ده لو هو سينيور وده مش عارف الانكم بتاعه لو، وستودنت يس ومش عارف الكريدت كارد بتاعه اكسلنت، ما اشتراش، اشترى، وهكذا. دول بيسموهم ليبلز. ليبلز يعني دي حلول المشكله، ودي حاجات سابقه حصلت، حاجات حقيقيه. كويس. يعني مثلا انت 8 مرات انت شباب وبتشتري مني الكترونكس، جيت في المره التاسعه لو لقيتك شباب وبتشتري مني الكترونكس هتوقع ان انت جاي تتكلم على الكترونكس برضه، وانا ببيع مليون صنف تاني. بس انا كده استخدمت خبرتي السابقه وعملت لك كلاسيفيكيشن او بريدكشن قبل ما تشتري. كويس. فيبقى الكيس ستادي ماشيه ازاي؟ او بيقول لك مثلا انا عندي اكس ده اللي هو اللي عايز اعمل له بريدكشن. ده كلاسيفيكيشن مش كلاسترنج، لان انا عندي معلومات سابقه، عندي بيانات، عندي حالات سابقه. دي اسمها يعني ده ما يجي يقول لك ايه الكلاسيفاير بيستخدم ليبلد داتا، انما ما فيش ليبل يبقى دي هستعمل لها كلاسيفيكيشن. ده كلام صحيح على فكره، يعني حالات مش عارف حلها كلها فبالتالي يتعمل لها كلاسترنج، انما في بعضها من الخبره السابقه عارف الليبل بتاعها وعايزه ابريدكت الليبل لنيو كامر، لواحد جديد. زي الراجل اللي هو بيقول لي اكس ده، بيقول لي اكس ده في العمر كان شباب والانكم ميديوم، اللي ستودنت يس، الكريدت كارد بتاعه فير، بيسالني بقى هو ده هيشتري ولا مش هيشتري. النايف بيس كلاسيفاير حل الموضوع باستخدام الكونديشنال بروبابيليتي. على فكره هو سموه نايف بيس ليه؟ نايف يعني التافه. طب انا هسال سؤال،
هل في علاقة بين السن بيكون ستيودنت وشراء والسن؟ ما واحد يقول لي ايه، طب ما التو اتريبيوتس دول فيهم علاقة ما بينهم، مش فاهم ولا لا؟ يعني مثلا ايه، هل مش معظم الطلبة شباب؟ ايوه تمام. طب يبقى يعني مثلا هو اعتبر كل انبوت اتريبيوت مستقل تمام الاستقلال عن الانبوت اتريبيوت الثاني، مع ان الكلام ده مش صحيح. يعني درجتك في الفيزياء ليه علاقه يعني مثلا اقول لك ايه، اجيب درجتك في الفيزياء وفي الرياضه وفي الكيمياء وفي العربي وفي الانجليش وفي الفرنش، واجي اقول لك هبريدكت ان انت كذا او كذا، واحد يقول لي ايه انت عندك غلطه. ايه الغلطه؟ انك واخد اتنين اتريبيوتس معتبرهم مستقلين عن بعض زي الرياضه والفيزيكس، وهم مش مستقلين عن بعض، مستعملهم اتنين انبوت. الراجل ده قال ايه بتاع اللي عمل الكلاسيفاير ده؟ قال ايه؟ قال والله حتى لو في علاقات بين الاتريبيوتس وبعضها اللي هي انبوت، انا هعمل العلاقات دي. عشان كده سموه ايه؟ النايف يعني التافه البسيط، اللي هو او نايف اللي هو التافه البسيط، اللي هو بيهمل علاقات كانت موجوده. يعني واحد يقول لي طب ما هو ايدج وستودنت دول ما هماش، طب الانكم والكريدت ريتنج مش لهم علاقه ببعض؟ دي حاجه ماليه ودي حاجه ماليه. على فكره دخله عالي، الكريدت معناه ايه؟ يعني ليه فلوس ولا عليه فلوس؟ ليه فلوس؟ في كريدت كارد وفي ديبت كارد، ايه الفرق بينهم يا شباب؟ الديبت انت بتصرف من حسابك اصلا، الكريدت انت بتصرف وبعد كده بتعمل بترجع فلوس تاني للبنك بطريقه ما، ولا العكس؟ الديبت هو اللي بيخصم من حسابك على طول في ساعتها، اول ما بتعمل عمليه يخصم حسابك، لو معكش رصيد ما يخصمش منك، ما ينفعش تدفع اصلا تقريبا. هو العكس على فكره، مش ديبت ده يعني مدين؟ نعم. مش ديبت يعني مدين؟ ديبت ده يعني ديون، يعني عليه. على فكره ده الكلام ده مهم في الاي بيمنت، ده في كمبيوتر ساينس، ده داخل علم الاي بيمنت، ده مهم. يعني انا حطيت فلوس في البنك وبعد كده رحت اشتري من كارفور، انا ليا فلوس عند البنك ولا عليا فلوس؟ انت كده انا كان قصدي ان هو الديبت يعني انت معاك فلوس دلوقتي تمام في الحساب وهتدفع تمام، فانا لو معيش فلوس في الحساب دلوقتي مش هعرف ادفع، دي الديبت. ويكون معيش فلوس وادفع فيه بعض الكروت بيبقى مش عليا رصيد، ما معيش رصيد، انما يعني زي ما تقول استلف من البنك. ايوه دي هي الكريدت، هي دي مش كريدت. العكس يا جماعه، لا هي دي يعني ديبت، دي مش ديبت دي يعني على ديون. الكريدت بتبقى بضمان مثلا شهاده في البنك او حساب. لا ليك لا يا اسامه، ركز. الديبت دي بص اللي هي دائن، انا لما بص انا لما انا بحط فلوس في البنك يبقى انا دائن للبنك ولا مدين ليه؟ انت كده دائن للبنك. ايوه انا كده دائن، فهو الديبت ده انت بتشتري من حسابك من فلوسك، مش من حسابي من فلوس البنك. انما في بعض السمارت كاردز انا ماليش فلوس اصلا وبشتري برضه، يبقى انا ايه واخد كريدت من البنك ان انا اشتري، دي بيبقى ايه؟ بيبقى انا هنا مدين مش دائن. ماشي. الكونسبت في بعض الناس فاهمينه غلط، يعني انا يمكن كنت بحضر محاضره امبارح في الاي بيمنت ولا اول امبارح، فالكونسبت بقى حاولت افهمه للطلبه وواحده واحده كده، بس في حالتين، يا اما ليا حساب يبقى انا دائن للبنك، يا اما ماليش حساب ليا حساب بس ماليش فلوس يبقى انا وهشتري برضه يبقى انا مدين، هشتري كان انا باخد قرض من البنك. الكريدت بقى بس لو تيجي تقول لي ايه، طيب واحد الانكم بتاعه عالي يبقى عليه كريدت ولا معلوش؟ لا طبعا، لان هو مع واحد معاه فلوس يبقى عمره ما بيشتري حاجه بالدين اصلا. النايف بيز بيقول لي الاربعه اتريبيوتس دول ما لهمش اي علاقه ببعض، عشان كده سموه الالجوريزم التافه او البسيط. ليه؟ لان انت حطيت افتراضيه تقريبا غير موجوده. طيب بس هو هستخدمه في كلاسيفيكيشن. طب ما في ناس قالت طيب ماشي هنمشي على الكلام اللي هو اتقال ده على اساس ان كله بريدكشن، والبريدكشن عمره ما كان فيه 100% صح. عادي اي كلاسيفاير لازم يدي ما يديش 100% صح، والا ما يبقاش كلاسيفاير بقى. يعني مثلا كلاسيفاير فيه بريدكشن، والبريدكشن ده معناه ان فيه توقع، والتوقع ده مش ممكن يكون صح على طول الخط. طب تعال نشوف العمل النايف بيز ده اللي اشتغل على الكونديشنال بروبابيليتي
اشتغل على البروبابيليتي، يعني ما اشتغلش حاجه فيها اي اي، والايه والبروبابيليتي ده نوع من انواع الاي اي، او يعني زي ما احنا قلنا الاحصاء الاستاتستكس هي تعتبر اول خطوه في الماشين ليرنينج. يعني مثلا انت تيجي تقول ايه تجمع درجات الطلبه وتقسم على عددهم تجيب متوسط الطلبه، تيجي تقول الدفعه دي كل مثلا متوسطه المستوى، ده بريدكشن ولا ده حقيقه؟ ده المفروض ان هو حقيقه بناء على الداتا اللي عندي، بناء على الداتا اللي عندك انت عارف درجه كل واحد وقمت جامع درجاته وقسمت على وجبتهم الافرج. طب اقول لك ازاي بقى هو مش حقيقه وهو غلط؟ لو واحد دخله 1,000,000 جنيه وانت دخلك 100 واللي جنبك دخله 200، يبقى المتوسط كام؟ كده المتوسط هيبقى اعلى كتير قوي. طب يبقى انت ممكن تاخد امبريشن ان الـ ان الـ ان الداتا سيت دي كلهم دخلهم معقول، لان المتوسط هيبقى مثلا في حدود 100,000 جنيه، فتيجي تقول ده الناس الافرج بتاع دخلها 100,000 يبقى مفيش حد فقير. يبقى الاستاتستكس بتعمل لك بريدكشن وممكن يليد تو حاجه غلط. يعني ايه حاجه غلط؟ ده الكلام اللي بقوله ده مهم على فكره، يعني الاحصاء بتعمل حسابات صحيحه ولكن تقود الى بيان مش صحيح، تقود الى معرفه غير صحيحه. فهمناها ولا لا؟ يعني انت هنا اكملنك جماعه اللي هو الشخص اللي هو جايب اللي معاه الانكم بتاعه 1,000,000 جنيه على الصغيرين، فشديت الافرج ناحيته فخدت انديكيشن غلط اصلا. كويس لو انت بتشوف كل انديفيدوال لوحده، بس اني واي الكونسبت عندي في الماشين ليرنينج عمرك ما هتلاقي كلاسيفاير يدي صح 100% او يدي خطا 100%. طب تعال نشوف الكونسبت بتاع النايف بيز كلاسيفاير ده. بيقول لك والله انا هعمل الاتي، الناس اللي هم من الخبره السابقه سي 1 اللي قالوا اشتروا كمبيوتر يس، سي 1 سي 2 اللي نو. طب سي 1 وسي 2 هو بيقول لك ايه؟ ده اسمه الديسيشن اتريبيوت، وده الاتريبيوتس اللي تعتبر انبوت وده الاوتبوت. يبقى في 4 انبوت وواحد اوتبوت، مش دايما يبقى كده بس انا بتكلم عن المثال ده. كويس؟ فبيقول ايه؟ هم الديسيشن تو جروبز، يا اما يشتري يا اما ما يشتريش. طب احتماله انه يشتري عموما 9 على 14. طب التسعه دي جبتها منين؟ 9 اشتروا، هو اجمالي الداتا سيت كام؟ 14. طب كم واحد اشترى؟ 9 على 14. طب كم واحد ما اشتراش؟ 5 على 14. يبقى هو جاب من الداتا سيت اللي موجوده اصلا اشترى احتمال حسب احتمال اللي اشتروا واحتمال اللي ما اشتروش. تمام؟ تعال نشوف بقى هيكمل الاكزامبل بتاعه ازاي. قال لك بص انا هعمل بقى كونديشنال بروبابيليتي، يعني هقول ايه؟ احتمال حدوث اكس بشرط حدوث سي. عايز يحسب ايه؟ ايه هو احتمال الناس الشباب واشتروا، وايه احتمال الناس اللي شباب وما اشتروش، بيزد على ان هو طب خد شباب منين؟ لان اول حاجه في اكس ده ان هو شباب، فهمنا حاجه؟ يعني بعد ما حسبت الخطوتين دول هيركن الخطوتين دول على جنب اللي هي السكند ستيب، وبدا يحسب لي ايه؟ ياخد كل انبوت اتريبيوت من دول يحسبه مع اللي اشترى ويحسبه مع اللي ما اشتراش. يعني بص قال لك هو شباب، طب كم واحد شباب واشترى؟ هتلاقي اللي اشتروا كلهم في الداتا ست 9 واللي كان منهم 2 شباب. طب كم واحد كان شباب وما اشتراش؟ اللي ما اشتروش كلهم في الداتا ست 5، واللي ما اشتراش فيهم كمبيوتر كام؟ 3. معايا ولا مش معايا؟ ايوه زي بيبتدي يشتغل على حاجه اسمها الجيفن كانت في البروبابيليتي، اللي هو بياخد الجيفن منفصل عن الاخر، يعني هيشتغل على ده حاله حدوث كذا في جيفن كذا. ماشي بظلين دي كونديشنال بروبابيليتي، يعني في حاله حدوث انه شباب جيفن انه هو اشترى فيطلع 2 على 9، شباب جيفن انه ما اشتراش يطلع كام؟ 3 على كام؟ على 5. على 5 على خلاف الانكم بتاعه ميديوم. طب انا جبت ميديوم دي منين؟ من الكيس برضه اللي انا عايز اعملها بريدكشن. فهو هياخد بقى كل واحد الميديوم انه اشترى والميديوم انه ما اشتراش، تطلع 4 على 9 ما اشتراش، 2 على 5. كما لو كان هو خد الانبوت ده هيعمل له ايه؟ سيبريشن، هيفصصه كل واحد لوحده. فهمنا؟ فيبقى هو الانكم ميديوم حسبه مره على ان هو اشترى وحسبه مره على ان هو ما اشتراش. طب ستيودنت لو يس واشترى 6 على 9، لو يس وما اشتراش يبقى اللي انا جايبهم في الاول الجزء اكس دي انا واحده اللي هي الجيفن في كل واحد من دول، وحسب كل انبوت لوحده، عشان كده سمونا اف بيز كلاسيفاير، اعتبر ما فيش علاقه خالص بينهم،
فعمل ايه بقى؟ بص ركز، جاب احتمال انه شباب واشترى، شباب وما اشتراش، الدخل بتاعه ميديوم واشترى، وميديوم وما اشتراش، وهكذا على الاربعه اتريبيوتس. طيب حلو، بعدين هيعمل ايه بقى؟ هيعمل ايه بعد كده؟ يبقى دي الخطوه رقم كام؟ 3. هيعمل ايه بقى بعد كده؟ الفورس ستيب، هيقوم واخد كل اللي اشتروا ضاربهم في بعض. هو ليه ضاربهم مش جمعهم؟ عشان دي نسبه حدوث حاله من حاله. فهو يعني انت كده ضرب ولا اتجمعوا؟ ما هو اصل انت لو جمعتهم ممكن هيعلوا عن يعني القيمه هتعلى، صح كده؟ لكن لو ضربتهم القيمه دايما تفضل صغيره، انك تقدر يعني تسمع. اقول لك احتمال ان انا اسحب السحبه الثانيه ربع بشرط الاولانيه تلت، يبقى الاحتمال الكلي كام؟ تلت في كام؟ في ربع. تلت في ربع، مش تلت بلس ربع. لو تلت بلس ربع طبعا كل ما الكونديشنز تبقى معتمده على بعضها كل ما البروبابيلتي تقل مش تزيد. فهو لما يضرب الياس، بص هو خد ايه بقى؟ احتمال حدوث اكس عموما في حاله الياس، طلع ايه؟ خد الياس كل الياس كله مع بعضه ضربه في بعض 2.2 في 4 4 4 في كذا، طلعت كذا اهي. وخد النو الكلاس بتاع النو في بعضه طلعت 19 من ايه؟ من 1000. واضحه الخطوه دي؟ يعني واضحه؟ تمام. طيب وهياخد بقى بعد كل واحده اليس والنو يضربهم في البروبابيليتي العامه اللي هي بقى اللي هي اللي هي كانت 3 اللي هي على من 14. ايوه اللي هي 9 على 14 و5 على 14. يعني هياخد اليس يضربها في كام؟ اليس يضربها في كام؟ اليس او في البروبابيليتي باي كمبيوتر يس اللي هي دي طلعت 28 من 1000، والثانيه اللي في باي كمبيوتر نو اللي هي كام؟ 9 على 14 هتبقى 5 على 14، طلعت الاحتمال كام؟ 7 من 1000. يبقى الراجل ده في الاخر هيشتري ولا مش هيشتري؟ الاحتمال الاكبر انه يشتري. ايوه الله ينور عليك. يبقى الاحتمال الاكبر بتاعي طلع كام؟ 28 من 1000، فده الاحتمال الاكبر بتاع ان هو ايه؟ يشتري. بيزد على مين؟ على ال 14 given cases دي. طب واحد يجي يقول لي طيب وبعدين كده هو الكلاسيفاير على فكره خلص، اعطاك القرار اهو، ايه اهم عيب فيه؟ طيب ايه اهم دروباك فيه؟ ان هو بيعتمد على الناس القديمه او الباترن المعروف. يعني ما هو انا ممكن عادي ابقى واحد مش خد بالك يعني... الباترنز القديمه دي كلها صحيحه مش متوقعه. ماشي، بس بس اقصد انها مش اكيوريت، يعني اكيد ما هياش اكيوريت 100%. و صح عمرها ما هتبقى صح 100%، بس مش غلط برضه. ما بقى في شويه حاجات في الحسبان، في شويه حاجات في الحسبان ممكن تكون سبيشال كيسز حصلت. يعني هو مثلا ممكن يكون ما هوش يكون مثلا ميديوم او 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 فقير، بس هو مثلا في الفتره دي احتياج كان مهم جدا زي الفتره، يعني انه يحول شغله حاجه شبه كده. هي ممكن يكون في ممكن يكون في اتريبيوت ما تحطش ضمن ما بقوش 5 مثلا. بالظبط بالظبط، اتريبيوت حصل او ايفنت معين حصل خلاه ياخد اكشن غير ان الطبيعي كان هياخده لو هو بالاتريبيوت المحطوطه. ما واحد يجي يقول لك ايه؟ يبقى اذا انت كان في اتريبيوت زياده انت ما حطيتوش انت كونسيدريشن، فاعطاك كلاسيفاير غلط، وده وارد طبعا. يعني قصدي انت ليه اشتغلت على 4 ما اشتغلتش على 5 ليه؟ ايوه انا اقصد غير اتريبيوت زياده ممكن اكسبشنال كيس، يعني هو حاجه حصلت هي مش. طب والعلاقات بين الاتريبيوتس وبعضها هو اهملها ولا ما اهملهاش؟ ما هو اهملها ولا ما هو اهملها، وانا اشتغل انديفيدوال ما بين الاتريبيوت واللي هو عايز يوصل له. ايوه يعني هو اشتغل، لو انت شايف كده من المعادلات اللي قدامي دي، اشتغل كل حاجه تماما مستقله عن الاخرى، ودي يعني غالبا مش يعني مش منطقيه. في جزء كوريليشن ما بين الحاجات وبعضيها، يعني او ما بين الحاجات الانبوت. ايوه صح كده. يعني مثلا تيجي تقول لي عمره شباب ومش عارف ميديوم، انت اعتبرت ان ما فيش اي علاقه، وهو قايل على فكره، هو قايل الكلام ده انا هعتمد على الاستاتستكس، وعلى فكره دي طريقه احصائيه بحته، يعني ما فيهاش اي بريدكشن. مش معناها ان هي غلط، انا ما بقولش ان هي غلط طبعا، لان في 99%، لان انت لو جبت بيبرز كتير هتلاقيهم مستخدمينها في الايمج وفي حاجات كتير. يعني انا بنتقدها بس مش اكتر من كده، انما ينفع تنفع في بعض الكيسز وما تنفعش في بعض الكيسز، ده وارد. والا ما بقاش ما يكونش مثلا دلوقتي في حوالي 290 كلاسيفاير مختلف. طب ليه؟ يعني ليه؟ لان الموضوع ان مش كل حاجه تنفع في كل حاجه.
هو ده بيعتمد بقى على ايه بجرب زي ما تطلع معايا ولا ايه؟ على الابلكيشن. ايوه لا ما في الابلكيشن في يعني ما في حاجات هتبقى معروفه وفي حاجات انا مش عارف. فمثلا يعني وانا كنت في كورس قبل كده بسال حد في الموضوع ده في بس كان ماشين ليرنينج بالخصوص، قال لي انت بتعتمد كانه بلاك بوكس بتجرب، وعلى يعني على حسب، ما انتش ضامن في بعض الكيسز اللي بنتكلم فيها دي، انت بتجرب وتشوف. فطب من حاجه شبه كده هتخسرني فلوس، فطب اخد القرار بناء على ايه؟ طب ما خد بالك، ما دلوقتي انت عندك 200 هو اصلا تعدد الكلاسيفايرز معنى ان الموضوع مش محلول. اه ده معناه تعددها الكبير قوي ده ل 280 و290، وممكن انت تعمل كلاسيفاير بطريقه ثالثه ورابعه وخمسه دي حاجه، او كلاسيفاير يتعدل ماشي مفيش مشكله، ممكن واحد ياخده ويعدله. بس لان الكيسز اصل ايه الماشين ليرنينج؟ انك بتاخد داتا ست تطلع منها موديل على فهمك ما بين العلاقات ما بين الداتا اللي داخله، هتطلع الموديل. لو انت فاهم بطريقه ثانيه يبقى هتطلع موديل ثاني. عشان كده انا يعني من الحاجات الغريبه قوي الجماعه اللي انا بشوف كده في الابحاث، الناس تجيب داتا ست على بيزنس مثلا معمول في امريكا وتطلع منه موديل يتعمل في مصر، الكلام ده صح ولا غلط؟ هو غالبا ده مش اصح حاجه، لان هو السوق مختلف والكالتشر مختلفه، سلوكيات الشراء مختلفه، مش عارف ايه الصور في اختلاف طبعا. فما اقدرش اقول ان البيزنس ده شبه البيزنس ده، زي الموديل اللي احنا بنتكلم عليه. انا هقول كلام غريب شويه، هو الاجراءات اللي هي في موضوع المرض ده اللي هو بياخدوها بره لازم ناخدها احنا هنا؟ على حسب، في بعض الحاجات هناخدها وفي بعض الحاجات لا. طب هو في واحد يقول لك ايه انت ليه تفكر؟ طب ما السيتويشن هناك بره بيعملوا اكس واي زد، نعمل زيهم ونريح دماغنا. ما هو مثلا في حاجه شبه الوضع الاقتصادي مثلا، احنا ممكن احنا دوله في عالم ثالث فما عندناش انتاج كبير، الانبوت اتريبيوت بتاعتنا مختلفه بالظبط، فاحنا مثلا مش هنعرف يعني نكفي نفسنا الفتره دي، فالاقتصاد لو وقع ممكن نروح، فهتبقى الدنيا كده. مثلا احنا ما عندناش في الاتريبيوت مثلا عدد السراير اللي هو القصه بتاعت الهيرد مناعه القطيع دي، ما عندناش داتا ست وما عندناش معلومات، فبالتالي من غلط انك تستخدم نفس الموديل. يعني هما ما كانوا بيتكلموا في موديل اللي هو بتاع اللي هو كل الناس تمرض، فبالتالي معظم الناس يجي لها مناعه من المرض اللي هو سياسه القطيع دي، ان خسائر هذا الموديل اقل من الخسائر اللي احنا فيها بالظبط. ده تقريبا دوله شبه السويد او مش فاكر ايه كانت بتقول حاجه شبه كده فعلا، هو بس هم عندهم بقى عدد اسره معين يقدروا يكفي الناس، فدي اتريبيوت. احنا هنا اصلا يعني ما فيش العدد ده، او ايه بقى في الماشين ليرنينج ان مش كل المودلز وكل الكلاسيفايرز تمشي في كل الحتت، فيبقى زي ما انت بتقول محتاج الموضوع ان انا افكر شويه. فمن الطبيعي ان يبقى في كلاسيفايرز كتيره وحاجات تنجح وحاجات ما تنجحش، يعني كده كده هاخد ريسك عالي. يعني عادي هتاخد ريسك عالي، بس لازم، عشان كده في ظهر علم اسمه السيستم داينامكس، ما اعرفش انتوا يعني اجينست موضوع الماشين ليرنينج ده. الماشين ليرنينج ده بيقول لك خد الداتا كانها بلاك بوكس وانت تطلع ريليشن وزي ما تطلع معاك بالظبط، يعني ما بتبحث في حاجه اسمها السببيه. ان الماشين ليرنينج ما بيبحث في السببيه على فكره، هو هنا ما يعني في الكلاسيفاير اللي قدامك ده ما بيبحث سبب اي حاجه ايه، ده هو واخد الموضوع كله statistics. مش زي الاكسبرت سيستم بيقول لك والله انا عملت الريزوننج ده على الطريقه الفلانيه فبالتالي وصلت لكذا. ايوه انما هنا ريزوننج احصائي، هو احصائي عددي مش اكتر من كده. انا ممكن اقول لك الطريقه لكن مش السببيه. انا ممكن اقول لك انا ازاي حسبت كذا كالكوليشن، اقول لك ماثيماتيكال ايكويشن اللي هو ماشي بيه، بس سببيا انا وصلت لده ازاي مش هعرف اوصل لك ده، صح كده؟ لا خد بالك، لا هو هنا بيحل السيستم وبيكلاسيفاي السيستم بدون دخول في تركيبه السيستم من جوه معموله ازاي. في واحد يقول لك لا حل المشكله غلط، ده انا افحص السيستم الاول واعمل لي السيستم موديل واشوف البيهيفير بتاعه، انما ده هو شغال بحاجه اسمها بلاك بوكس موديلنج، هو شغال على الداتا اللي داخله واللي خارجه بس. ايه علاقه الداتا بينهم وبين بعضيها كارقام في بعض مش كارقام بالظبط، وممكن يكون في اتريبيوتس ثانيه زي ما احنا قلنا هو اهملها فبالتالي ليها افكت، فده ده بيسبب ان البريدكشن بتاعه ممكن يكون مش عالي او غيره. تمام. طب ازاي بقى بنوصل لاعلى حاجه وازاي بيقعدوا يقولوا انها ان الموضوع فرق فعلا وفرق في صناعات كتير وانه اثر وانه
لا يعني يعني سيبك من البيبرز اللي هي طالعه كتير في الميديا، معظمها بيسموها معمولات يوننج يعني متظبطه يعني. يعني انا لو عندي مثلا، ده كلام حقيقي على فكره اللي انا بقوله ده، مليسينها يعني ايوه يعني مثلا الريكورد ده هيبوظ الاكيوريسي نمره 11، فيقوم عامل فيه ايه هو؟ كلير او يشيله خالص ويقول لك الداتا سيت بتاعتي 13، فيدي الانديكيشن اللي هي الكاذب اللي هو عايز يوصل له. ايوه يعني انت ممكن تخدع الناس باحصائيات سليمه ما فيهاش خطا؟ طبعا. يعني ممكن تعمل استاتستكس سليمه وبحسابات سليمه ومتوسط سليم وكل حاجه سليمه وتدي معلومه خاطئه، ده وارد. وارد ده يمشي في الماشين ليرنينج طبعا على حسب الداتا سيت اللي انت اشتغلت عليها. كويس. يعني انا ممكن يكون الريكورد نمره 12 ده فيه مشكله بيزود لي الاكيوريسي او بيقللها لي، فانا ممكن اشيله خالص او اغير فيه داتا سيت معينه والكلاسيفاير يشتغل عادي بالستاتستكس. الكونسبت واضح اللي هو بتاع النايف بيس كلاسيفاير. بص يعني العلم ده كلام ليكم كلكم بقى، العلم فيه وجهات نظر يعني ما فيهوش حاجه 100% صح و100% غلط، والا كان الحاجه ما عملناش بمليون طريقه. فانت عايز تقول لي في مثلا في البورصه عندي 280 كلاسيفاير، طب استخدم انا واحد فيهم؟ هقول لك والله ما اعرفش، انا هضطر اعمل ايه الاتي؟ ان انا اشوف في البورصه دي زمان اشتغلوا ايه، البيبرز السابقه اشتغلوا ايه وحققوا اكيورسي ايه، وهبتدي يبقى ده الجايد بتاعي. انما انا لو بادئ من حاجه ما حدش يعرفها خالص يبقى انا متاح لي كل التجارب. تيجي تقول لي طب ما اتس تو ماتش، ما هو ما فيش حل الا كده، ما فيش حل غير كده. تمام. عشان كده في ناس قالت لا ما نشتغلش بفكره الماشين ليرنينج اللي فيها بريدكشن وكلام من ده، ده انا حاجه اشتغل بفكره ان انا اعمل موديل لكل سيستم. يعني ايه؟ ملوش دعوه بالانبوت والاوتبوت، انا افحص السيستم نفسه وعلى العلاقات بين الكومبوننتس بتاعت السيستم اخد القرار بتاعي، انما مش العلاقات بالتجارب السابقه، لان التجارب السابقه يعني تجارب، او على فكره لو تركز شويه تلاقي النايف بيز ده بيقول لك ايه، هو التجارب السابقه حكر عليك انت في قرارك اللي جاي. في واحد يقول لي لا التجارب السابقه ليست مش لازم اتبع التجارب السابقه، مش فير ان انا اخد الاكسبيرينس السابقه. مع ان معظم الناس في الريزوننج بيشتغلوا يعني انت عايز تشتري موبايل، اول حاجه في الموبايل بتشوف اللي اصحابك عايز جايبين انه نوع موبايل. بشوف اللي على حسب يعني في يعني انا عايز اخد قرار ان انا اشتري موبايل، ببتدي اشوف امكانياته الاول، بس باخد عامل كبير في اعتباري الريفيوز او اصحابي او حد جابه قبل كده واساله اصحابي عملوا واشتروا ازاي وبحبوا ايه وبسال وبعمل. ده معنى كده انت محدود بالاكسبيرينس اللي حواليه. زي واحد عايز ياخد قرار دلوقتي في الكرايسيس اللي احنا فيها، فبيشوف الدول بتعمل ايه وبيجيب زيها وخلاص، بس هو ما درسش ايه ان الداينامكس بتاعت السيستمز مختلفه، ديناميكا النظام هنا غير ديناميكا النظام هنا. ايوه انا مثلا واحد بحب موبايل مثلا تقيل، واحد تاني بيحب موبايل خفيف، فالاعتبارات شبه دي فعلا بتحصل، والناس في الريفيوز بيعملوا فعلا تيونينج لده، يعني بيتكلموا في ده حتى على اليوتيوب لما يجي ناس بتريكومند موبايل او حاجه، حد يقول لك انا بحب كذا كذا كذا، فبيبتدي ايه يعمل تيون فيوديك في حته تانية انت مش ما تلاقش معايا انا، او ممكن انت اكمنه معظم الناس راحت الناحيه دي انت تروح زيها وخلاص لمجرد وميبي انك مش مقتنع. ده معناه ان انت ممكن تستخدم الباست اكسبيرينس انها تعمل ليدنج القرار خطا. ممكن استخدام، وده اللي هو دي احد اللي انا بتناقش فيه، ده عيوب النايف بيس كلاسيفاير. هو حلل لي الموضوع بطريقه احصائيه رياضيه وقال لي انا عملت بريدكشن بالطريقه دي. بص الجماعه بقى نايف بيس بيقول لي حسن الموضوع ازاي، بيقول لي سي ان انت قلت ان ده هيشتري اللي هو الراجل اللي نمره 15 ده، وبعدين هو طلع كلامك صح، هتقوم حاطه لما تحطه بقى انه اشترى وتحطه في الداتا سيت هيريكومند يرفع النسبه شويه. لو طلع ان هو غلط وحطيته ان هو الكلاسيفاير غلط، حطيت القرار صح يعني الصح بتاعه هيحسن الكلاسيفاير. هو معتمد بيقول لك ايه، كل ما الداتا سيت تزيد كل ما الاكيورسي بتاعت الكلاسيفاير تبقى احسن. صح الكلام ده ولا لا دكتور؟ يعني انا كده كاني بعمل ترين اند تيست. ايوه. لا يعني بصي انا عندي 14 كيس وتوقعت بال 15، ال 15 ده اشترى يعني انا توقعته انه يشتري، الله اعلم لو هو اشترى هحط الكيس كلها انه اشترى. الرقم 16 هيحصل امبروفمنت في البريدكشن ولا لا؟
يعني لو 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 طلع ان هو اشتغل فعلا وانا حطيته ريكورد رقم 15 المفروض هتزيد البروبابيليتي دي اللي هي 28 من 1000 هتزيد لان هو الدلائل اللي عليها بتقول ان هي صح فهتبتدي تزيد او عدد الارقام اللي بتقول الكلام ده هتبتدي تزيد فالنسبه هتزيد. طيب لو هو طلع غلط ايه اللي هيبقى مين اللي هيزيد؟ النسبه الثانيه. النسبه الثانيه هو بيقول بقى بعد كيس والثانيه والثالثه الليرنينج هيحصل له امبروفمنت. يعني ايه امبروفمنت؟ يعني هيتحسن. والكلام منطقي ولا مش منطقي؟ منطقي جدا. زي نفس قصه بيقول لك كل ما تدي داتا اكتر وهو يبتدي يقراها كل ما الموضوع يبقى احسن. يعني هو شاف. بس هو انا عندي سؤال معلش. هو منطقي هو منطقي تمام بس هو برضو لسه ما فيش علاقه بينهم. يعني ما فيش علاقه بين الشخص واللي قبليه فازاي برضو بتطلع مظبوطه كده او بتطلع يعني لا هو مش يعني بصي انا بصي انا توقعت انه هيشتري هعمل اوبزرفيشن كويس ويعني هخليه يتصرف وبعدين اشوفه اشتغل ولا لا واسجل بقى مش توقعي اسجل الحاله الحقيقيه اللي حصل سواء اتفقت مع توقعي ولا لا يبقى اذا الداتا سيت زادت ايه زادت واحده يبقى واضح ان المره الجايه بقى لو هو اشتغل لو هو اشتغل فعلا زي ما انا توقعت نسبه البروبابيليتي بانه يشتري هتزيد اكتر فدرجه الثقه هتبقى اكتر. يعني انا مثلا اجي اقول لك ايه لو انا شاكك انه هيشتري مثلا هيشتري بنسبه 8 من 10 او مثلا 9 من 10 ومش هيشتري بنسبه 8 من 10 لما تلاقي انت الفرق قريب يبقى تحس ان في مشكله. انما لو هو يعني كل حاله بقى صحيحه ازود الريكورد بتاع الداتا سيت اللي انا عاملها هتمبروف البروبابيليتي ده على كلامهم. يعني مش عارف كده يا جوان كده في سؤال ولا ايه؟ طيب يعني انا اولمست كده يعني غطيته من ناحيه الرياضه غطيته من ناحيه الرياضه. تعال نشوف النظري بتاعه. على فكره هو طبعا كده الموضوع بسيط خالص. مثلا هو اعطيك برضو كيس ستادي تانية مش عارف الاوتلوك ساني مش عارف هوت هاي ويندي. ركز بس في حاجه يعني ايه المثال ده بسيط في ايه؟ ان هو الاتريبيوت اللي باخد فيه الديسيشن هو اتريبيوت واحد كان ممكن يبقوا اثنين كان ممكن يبقوا ثلاثه وهيبقى الموضوع الكومبلكس كده اعلى. يعني كان ممكن يبقى الديسيشن اتريبيوت اكتر من فيلد وممكن يكون الانبوت بتاعي مش اربعه ممكن يبقوا 10. على فكره لو انا بقول الكلام ده كلاسيفايرز كده هتتعقد جامد جدا لان هيبقى مالتي انبوت مالتي اوتبوت. خد بالك السيستم اللي قدامي ده مالتي انبوت سنجل اوتبوت كان ممكن يبقى اكثر تعقيدا من كده. كويس دكتور معلش فاضل 4 دقايق تقريبا بس. طيب خلاص انا اولمست خلصت الكيس. انا هقرا بقى النظري ان هو بيعتمد. انا ما يهمنيش النظري قوي على فكره ما يهمنيش معنى النظري قوي. هو نايف بيزيان كلاسيفاير بيعتمد على الكونديشنال بروبابيليتي اللي هي الحاجه اللي زي كده بيقول لك ايه ده فاندامنتال ده معتمد على الاستاتستيكال ابروتش بتاع الكونديشنال بروبابيليتي. بيعتمد على الخبره السابقه البيريو نوليدج الخبره السابقه اللي جايه من حصر احصائي للكيسز اللي فاتت. عشان كده ده لازم لما صنفه بيز كلاسيفاير ده يصنفه سوبرفايزد كلاسيفيكيشن مش ان سوبرفايزد لان في حالات لازم تكون موجوده وكل ما الحالات الموجوده السابقه زادت كل ما الاكيوسي بتاعت الكلاسيفاير بتاعتي هتبقى اعلى. فهو الحاجات بقى هو هنا بيديني فكره عن يعني ايه كلمه كونديشنال بروبابيليتي. بروبابيليتي اوف دبليو 1 اوف كاتيجوري 1 وده كاتيجوري 2 الاثنين لازم يبقوا 1. لو تركز شويه هتلاقي في الاحتمالات لازم تبقى 1 خصوصا على الديسيشن اتريبيوت. برضو بدا يحط لي المعادلات بتاعتها. هو ده يعني الجزء النظري في الموضوع البروبابيليتي والبروبابيليتي دينستي الكلام ده اكيد خدتوه في البروبابيليتي مش يهمني قوي. انا يهمني بس استخدامه في الماشين ليرنينج. ودي المعادلات بتاعت الكونديشنال بروبابيليتي ان حاجه تعتمد على حاجه تعتمد على حاجه والفورمولا دي اكيد خدتوها في الاحصاء مش هتهمني قوي. انا يهمني الكيسز اللي انا بدرسها دي اللي هي الكونسبت بتاع الماشين ليرنينج. هسيبكم تسالوا الدقيقتين الباقيين او الثلاث دقايق. انا تقريبا كده خلصت. والسؤال ممكن يجي ازاي؟ هديك برضو كيس ستادي زي كده هديك كيس ستادي زي كده وانت هتطبق عليها الكلام ده. هو ده اللي انا وده اللي بيطبقوه في الويكا او حاجات زي كده. مش مهم الكونسبت الكونسبت النظري بيعتمد على حاجه اسمها كونديشنال بروبابيليتي. احنا قدامنا دقيقتين او ثلاث دقايق
اللي عنده اي سؤال يا شباب. دكتور الكلاسيفاير ده في الماشين ليرنينج في بقى كلاسيفايرز تانيين يعني بيعتمدوا على حاجات تانية غير الاحصاء صح؟ ايوه طبعا طبعا، ده كل واحد ليه كونسبت مختلف. يعني الكي ان ان ده كلاسيفاير ما بيعتمدش على الاحصاء، بيعتمد على الديستانس. اللي هو انا مش عطيتكم الكي ان ان اللي هو الكي نيست نيبرز. اخذنا كي ان ان خدتوه، خدتوا كي ان ان. ايوه دكتور، ده كلاسيفاير زي ده بس ده بيعتمد على الديستانس والسيميلاريتي، وده بيعتمد على الاستاتستكس بس مش اكتر من كده. مش لازم كل الكلاسيفايرز ليها نفس الكونسبت، اكيد لا طبعا. هل مثلا هل الكولوريشن مثلا تدخل في الموضوع برضو يعني ولا في الاحصاء بتخش؟ انما في حاجات اللي هي فيها نيورال نتورك وحاجات كده ما بتخشش، هو بيعتمدوا بلاك بوكس طبعا. هو هنا مش معتبر اي كولوريشن على فكره في الكلاسيفاير ده، يعني مهمل الكوريليشن اللي هو ارتباط بين الانبوت اتريبيوتس. يعني واحد مثلا الكريدت كارد بتاعه والانكم هم ليهم علاقه ببعض. يعني مثلا انا مدخل درجه الفيزياء ودرجه الرياضه اكيد ليهم علاقه ببعض، والاثنين ما لهمش علاقه ببعض زي درجه الفيزياء ودرجه العربي. ممكن واحد متفوق قوي في العربي ويبقى في الفيزياء وحش جدا. فهو هنا مش عامل اي كونسيدريشن للكوريليشن، وده عيب طبعا. دكتور هو هنا الليبل هنا يس او نو صح كده؟ الليبل هنا حاجتين، ده ممكن الليبل يبقى ثلاثه يعني طويل قصير متوسط، حر جدا دافئ، او مثلا متوسط. وده عشان يعني الليبل هنا الليبل هنا ده مش الاوتبوت، الليبل ده الصفات اللي انا ببص عليها يعني مستويات قياس الاول. شوف انا بقول لك ايه الاكسبريشن، يعني انا عايز اصنف طول الناس، تيجي تقول لي ايوه انا اقصد في الكيس دي، في الكيس دي يس او نو صح بالظبط. انما افرض ان انا قلت الطول، تيجي تقول لي الطول 5 ليفلز، طويل جدا، طويل، متوسط، قصير، قصير جدا. تمام انا كنت بسال على المثال ده. تمام ايوه الاقسام دي كل واحد يعني كل كيس ستادي ليها اقسام مختلفه عن الثانيه، ممكن تبقى 3 و2 و5 زي ما تكون يعني. تمام في اي سؤال تاني؟ تمام يا دكتور. طيب ان شاء الله هنزل لكم الباوربوينت ده، وانزل لكم فيه شيت برضو على الجزء ده. المشروع عايزين نعمل سيشن لكل مجموعه في المشروع، نحدد لكم. ممكن نعمل اول مجموعه النهارده بالليل، مفيش مشكله. مين المجموعه اللي عندها استعداد تعمل النهارده؟ هو مطلوب ايه طيب يا دكتور في السيشن؟ هنتناقش يعني سيشن زي كده ونتناقش عملته في المشروع.